تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح افتتحت أعمال الملتقى الخامس لمرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز. وأكدت سعادة وزيرة الصحة حرص واهتمام الوزارة على رعاية مثل هذه المؤتمرات والملتقيات العلمية الهادفة التي تثري المجال الطبي والصحي لجعل مملكة البحرين مركزا إقليميا للقاءات العلمية والمنتديات. وأشارت سعادة الوزيرة إلى أن دول العالم تحتفل كل عام في الأول من ديسمبر باليوم العالمي للإيدز، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي والمجتمعي حول الفيروس، وكذلك لإظهار التضامن الدولي في مواجهة هذا الوباء، مؤكدة أن هذا الاحتفال يعد فرصة للتشجيع على إحراز المزيد من التقدم في الوقاية من المرض والعلاج والرعاية للمصابين به. وأوضحت الوزيرة بأن مملكة البحرين قد التزمت باتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة المرض، وذلك من خلال قرار صادر من مجلس رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالموضوع، وكلفت وزارة الصحة برئاسة هذه اللجنة مع وضع خطة استراتيجية متعددة القطاعات وإدماجها بخطط الوزارات وإشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمتعايشين بالفيروس والمتأثرين به، والعمل على إصدار قانون الإيدز، كما يعكس الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة في التعامل مع هذا الوباء.